عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. ودلوقتي معدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. طفلة صغيرة بتشوف القطر الأول مرة في حياتها، لكن ردود أفعالها كانت مزيج من الانبهار والبراءة. تعالوا نشوفها مع بعض. What's coming? A train. Are we gonna ride the train? Yeah. Look at how it goes to us. Oh my goodness. Here it comes. Here it comes. Hey, we gotta be safe. Stand back. Get on the train. تجنن. اللي هنشوفه كمان ده دلوقتي نموذج تاني للإرادة والتحدي. راجل برجل واحدة لكن عنده مهارة كبيرة جدا في لعب كرة القدم. تعالوا نشوف. الطبيعة بتبهرنا بجمالها اللي ما بيتقاومش أبدا، زي اللي هنشوفه دلوقتي. طحالب وصخور ملونة ألوانها الجميلة انعكست على لون المية فظهر بالشكل ده. عرفتوا ليه لما بنشوف حاجة حلوة بنقول الله؟ وحده الله اللي يخلق كل الجمال ده. الموضوع ده يفكرنا بالجمال الكتير اللي عندنا في بلدنا، في كل حتة فيك يا مصر. ربنا يعني يعيد إلينا القدرة على إدارة هذا الجمال اللي ربنا وهبه لنا. دلوقتي معادنا مع أسعار العملات. دولار أمريكي شراء 7.78 بيع 7.83. يورو 8.26 8.34. استرليني 11.72 11.85. ريال سعودي 2.6 2.8. درهم إماراتي 2.11 2.12. ودلوقتي حالة الطقس. الق
القاهرة العظمى 26، الصغرى 14، الإسكندرية 24، 17، شرم الشيخ 25، 20، الغردقة 26، 16، الأقصر 28، 14، أما عن أسوان فالعظمى 30 والصغرى 15. وصلنا إلى ختام نشرة المصري اليوم، شكرا شيماء. بشكرك يا دينا. شكرا دكتورة غادة. شكرا لكم وللسادة المشاهدين. شكرا ليكي. مشاهدينا، غدا نشرة جديدة، وبعد قليل تلتقون مع إبراهيم عيسى.